النهارده نازلين تبرع بالدم لصالح اشقائنا اللي في فلسطين عشان نعرف الشباب والبنات اهميه التبرع بالدم لصالح اشقائنا. المفروض ان احنا نازلين متطوعين في مكانين، مكان النهارده قافله الاستاد في كفر الشيخ ومسجد ابراهيم الدسوقي في السوق. نازلين متطوعين هنا متطوعين هناك علشان موضوع التنظيم والتوعيه بنوعي الشباب باهميه التبرع بالدم لصالح اشقائنا. احنا النهارده متواجدين لدعم اخواتنا الفلسطينيين في حمله التبرع بالدم، لان هم طبعا عندهم جراح كتير وعندهم اسرى كتير، يعني الدنيا عندهم ربنا يعينهم على اللي هم فيه، فبإذن الله ربنا هينصرهم وتتحرر القدس قريب، وطول عمر المصريين مساندين لأخواتهم الفلسطينيين وعندهم استعداد إن هم يدعموهم بأي شيء، بأموالهم بدمهم بكل حاجة إن شاء الله، وبإذن الله إحنا مساندين لهم ربنا معاهم. أنا جاي النهاردة أتبرع لإخواتنا في فلسطين وجاي أشد من أذيهم، وده نقدر نعمله لهم إن شاء الله، وربنا معاهم إن شاء الله وربنا ينصرهم. جيت أتبرع لأهلنا في غزة، مفيش حاجة نقدر نقدمها لهم غير كده، فربنا يقدرنا إن شاء الله وربنا ينصرهم.